البراوزرز او المتصفحات زي ما بتقول عليها، كتير منكم بيزهق من استخدام براوزر واحد بس او ابلكيشن واحد بس منهم لانه مش بيديلك كل حاجه. يعني ممكن براوزر او متصفح يديلك سرعه بس ما يديلكش امان، تلاقي متصفح تاني ادالك امان بس ما ادالكش خصوصيه، تلاقي واحد ادالك سرعه وامان وخصوصيه بس ما ادالكش اضافات تخلي تجربتك للمتصفح ده احسن وما تحتاجش ان انت تفتح مواقع تانيه او اي براوزرز تانيه جنب البراوزر الاساسي بتاعك. في فيديو النهارده جايب لكم كام براوزر كده جامدين جدا فيهم مميزات هتعجبك جدا جدا، اختار بقى اللي يمزجك كده وما تقلقش البراوزر دي كلها امان وموجوده على البلاي ستور بشكل رسمي. هتلاقيني حاطط لك اللينكات بتاعتهم في الديسكريبشن لو انت على اليوتيوب وفي اول كومنت لو انت على الفيسبوك. بس قبل اي حاجه ما تنساش بقى اللايك الجميل، تعمل لنا فولو لو بتشوفنا اول مره على الفيسبوك، وسبسكرايب لو على اليوتيوب، ويلا بينا نبدا حلقه جديده من 5 تك. احنا لاحظنا ان انتوا بتحبوا جدا سلسله التطبيقات بتاعه 5 تك، فعلشان كده قلنا نزود منها ونجيب لكم تطبيقات رايقه كده تعجبكم عشان احنا بنحب الروقان وعاوزين نروق عليكم، فما تقلقوش الفيديو ده هيعجبكم. بس ما تنساش الشير علشان نروق عليكم اكتر واكتر. اول براوزر معانا اسمه يو سي براوزر تيربو، والبراوزر ده لطيف جدا والديزاين بتاعه خفيف كده وسيمبل، وعلى فكره اول ما تحمله اول ما تفتح الابلكيشن هتلاقيه بيقول لك اختار كده شكل من اشكال كتيره موجوده في الابلكيشن ده. طيب البراوزر ده بيقدر يقدم لك ايه غير ان هو سريع؟ ما هو اسمه تيربو فاكيد سريع. بص يا سيدي، البراوزر ده جامد جدا في حته تنزيل الفيديوهات، لان انا عارف ان في كتير منكم بيستخدم الميزه دي، بدل بقى ما تاخد لينك فيديو عجبك وتفضل تفتح في موقع وتحط اللينك وتستنى عشان تحمل والافلام دي كلها، لا انت عجبك هنا فيديو وانت في البراوزر ده هتاخده كوبي، ومن جوه نفس البرنامج هتلاقي في التولز ان انت في حاجه اسمها فيديو داونلودر، بتحط اللينك في ثواني هتلاقي الفيديو اتحمل عندك على حسب طبعا سرعه الانترنت بتاعك، من غير بقى ما تدخل مواقع خارجيه ولا الكلام ده كله، وكمان بتكمل تصفح عادي خالص يا معلم ولا شغلك الداونلود اللي بيحصل. تاني اهم ميزه في البراوزر ده هي ميزه ان انت تقدر تشغل اي محتوى على اليوتيوب وتقفل البراوزر تخرج منه، يعني هتلاقي نفسك اللي انت مشغله على اليوتيوب لسه شغال من غير ما يقفل، تقدر تفتح بقى ابلكيشن تاني زي الواتساب مثلا او ماسنجر او اي حاجه ولسه اللي انت مشغله على اليوتيوب شغال ولا اجدعها يوتيوب بريميوم يا معلم. لا وكمان في اد بلوكر تقدر تشغله علشان كمان ما تصدعش من الاعلانات اللي بتظهر قبل بدايه الفيديوهات على اليوتيوب، بس اوعى تعمل كده معانا يا صاحبي، يعني الاد بلوك ده هيضرنا، احنا عايزين ناكل عيش برضه. معاك اد بلوك مفيش اعلانات قبل الفيديو، كمان تقدر تشغل الفيديو في الباك جراوند وحتى لو الموبايل مقفول هيفضل شغال برضه، فمعاك اجدعها يوتيوب بريميوم ببلاش اهو يا صاحبي. والاد بلوكر اكيد يعني مش بيشتغل في اليوتيوب بس، هو بيشتغل برضه على باقي المواقع علشان انت لو الاعلانات يعني بتضايقك والكلام ده كله. البراوزر ده كمان مميز في حته الامان والسرعه، على فكره هو سريع وحتى الابلكيشن نفسه خفيف كده على الجهاز مش تقيل، فما تقلقش من الحته دي. مش كده وبس، ده هو كمان فيه تولز ثانيه لطيفه زي ان انت تقدر تعمل سيرش بصوره مثلا، تقدر تختبر سرعه الانترنت في ثانيه بدل ما تدخل على موقع معين هو فيه على طول في التولز ان انت تقدر تختبر سرعه الانترنت بتاعتك، وكمان في ان انت تقدر تحمل حالات الواتس. ما يعني انا مش عارف بصراحه هو مين فيكم يا جماعه بيسيرش في جوجل على تحميل حالات واتس، عشان دي عليها سيرش كتير قوي. ما علينا، هو المفروض ان الابلكيشن ده بيدعم الموضوع ده بس للاسف الميزه دي ما اشتغلتش معايا، فلو اشتغلت مع حد فيكم يا ريت يقول لي. اكتر حاجه رخمه ما عجبتنيش في الابلكيشن ده هو ان الفيسبوك مش شغال على البراوزر ده، معرفش ليه كل المواقع شغاله ما عدا الفيسبوك، مش عارف بقى مشكله في النت عندنا ولا في بج مثلا في الابلكيشن دلوقتي وهتتصلح. فشاركونا كده تجربتكم للابلكيشن ده لما تحملوه، وعلى فكره الابلكيشن ده مشهور جدا لان هو متحمل اكتر من 50 مليون مره وتقييمه 4.3 على البلاي ستور. تاني براوزر معانا اسمه بريف برايفت براوزر، وهو من اسمه كده هو برايفت، بيديلك تجربه تصفح كده في السكرته، تقدر من خلاله ان انت تتصفح الانترنت من غير ما موقع يتراك او يتتبع الكوكيز بتاعتك. لو عايز تفهم الكوكيز كنت شرحتها في فيديو قبل كده في 5 تك اسمه هل موبايلك بيتجسس عليك، لو عايز تفهم الكوكيز اكتر بص على الفيديو ده. وكمان كل المميزات دي ومعاك كمان اد بلوكر علشان الاعلانات اللي بتظهر في الويب سايتس من غير ما تحمل اي حاجه، وفوقيهم بوب اب بلوكر اللي هي الحاجات النوافذ المنبثقه مش عارف بالعربي بيسموها ايه، اللي بتفتح لك دي اول ما تدخل موقع مثلا وتلاقي في حاجات غريبه زي لا قدر ربحت ايفون دخل رقمك او مدام حنان مش عارف ايه الوجه الجديد حنان، الحاجات دي كلها انساها. هتموت الصاروخ ليه؟ البوب اب بلوكر بتاع البراوزر ده جامد جدا ومفيش اي بوب اب هتعدي منه من اي موقع، تمام؟ ما تقلقش. فالمتصفح ده هيديلك سرعه وامان ومن غير اعلانات، وعلى فكره برضو الابلكيشن ده مشهور جدا لانه هو متحمل اكتر من 50 مليون مره على بلاي ستور وتقييمه 4.7. تالت متصفح معانا اسمه دك دك جو برايفسي براوزر.
دك دك جو. يا عم بتضحك ليه؟ ما هو دك دك. وده من اكتر المتصفحات اللي معروف عنه ان هو امان. وغير كده هو يا جماعه فيه سيرش انجن او محرك بحث جواه. وغير كده انت حتى لو مش عايز تحمل الابلكيشن ده خالص هتقدر تكتب في البراوزر بتاعك عادي اللي انت بتستخدمه دك 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 تكتب دك دك تكتب دك دك جو هتلاقي الويب سايت بتاعهم تدخل. وده محرك بحث امان جدا جدا جدا. ليه بقى امان؟ لان هو بيمنع اي تراكنج او تتبع ممكن يحصل لك وانت بتتصفح الانترنت. هو بيمنع اي موقع ان هو يعرف عنك او يتتبعك في اي حاجه. تقدر تتصفح كل المواقع بسريه وبضغطه واحده بس على زرار الفاير اللي موجود في الابلكيشن ده هتلاقي كل الهيستوري بتاعك اتمسح وكل التابس اتقفلت مره واحده. انا احذر تحذير شديد من الاستخدام الخاطئ لهذه المتصفحات. كمان الابلكيشن ده بيجبر المواقع انها تستخدم بروتوكول مشفر اللي هو ال HTTPS. ويعني لو انت مش عارف ايه ده فالموضوع ده بيحمي بياناتك وسكيورد اكتر واكتر من ال HTTP العادي. بص من الاخر لو بتدور على الامان والسريه والسرعه في نفس الوقت وانت بتتصفح الانترنت فالبراوزر ده معمول ليك. الابلكيشن ده متحمل اكتر من 10 مليون مره على بلاي ستور وتقييمه 4.8/10. رابع براوزر معانا ولولا بس المميزات اللي فيه انا ما كنتش قلت عليه لان هو في حاجه رخمه اسمه فينيكس براوزر. وده اي حد معاه موبايل انفينكس اكيد عارفه لان هو موجود عافيه كده على الموبايل. اول ما يفتح الموبايل كده لسه شاريه ومطلعه من العلبه هيلاقي البراوزر ده موجود على الموبايل. طيب بيعمل ايه بقى الابلكيشن ده؟ اهم ميزه فيه بصراحه ان هو بيوفر في الداتا. يعني هيوفر في وقتك يا معلم ومتعدد الاستخدامات وفي تحميل فيديوهات وسريع وكل حاجه. وكمان في فايل مانجر علشان تقدر تتحكم في الملفات اللي على جهازك جوه البراوزر عادي خالص. يعني عارف انت اللي هو ايه في كل حاجه. عايز ماوس ليزر خد. وكمان برضو زي ما تعودنا فهو في اد بلوكر برضو علشان يمنع الاعلانات. وكمان بيعرض لك الاخبار اول باول. يعني عارف انت اللي هو ايه في كل حاجه. مشكلتي بس مع البراوزر ده واكيد اي حد معاه برضو موبايل انفينكس عارف ان هو بيطلع اعلانات مزعجه كل شويه كده في قائمه الاشعارات. هي بصراحه النوتيفيكيشنز او الاشعارات اللي بتيجي منه مش بتبقى زي بتاعه شيرت الشمال دي. لا هي حاجات عاديه اخبار بس مزعجه كل شويه هتلاقي بيجي لك نوتيفيكيشن منه. لو يعني عجبك الفيتشرز بتاعه البراوزر ده فممكن تستحمل الموضوع ده. ده كمان مميز في ان هو حجمه صغير قوي 13 ميجا وموجود على بلاي ستور ومتحمل اكتر من 100 مليون مره وتقييمه 4.4/10. خامس متصفح معانا اسمه تور براوزر. وده اكيد انت سمعت عنه من صاحبك اللي هكر على القهوه اللي هو بيقول لك انا عايز ادخل الديب ويب يا معلم فهستخدم التور براوزر. فخلي بالك من البراوزر ده. ها طب انا قايل لك عليه ليه بقى؟ المتصفح ده امان سريع وبيمنع المواقع انها برضو تتراكك او تتتبع نشاطك على الصفحات على الانترنت. طيب تقولي ايه يفرق ايه يا عم احمد الابلكيشن ده عن الابلكيشن التانيين؟ هقولك يا باشا الابلكيشن ده امان لدرجه انت مش متخيلها. ليه بقى؟ لانك اول ما بتدخل عليه فهو بيدخلك في شبكه من الاي بي هات التي يتم ادارتها بواسطه الالاف من مديرين هذا الابلكيشن. فهي حاجه اقوى من الفي بي ان نفسه. يعني عارف انت اللي هو انت داخل نتورك مشفره 100% وفي ناس حقيقيين قاعدين يتابعوا الاي بي هات اللي موجوده على النتورك دي. هي امان بس ممكن تكون خطر. يعني من الاخر من المستحيل حد يعرف مكانك الاصلي وانت بتستخدم التور براوزر. البراوزر ده متحمل اكتر من 10 مليون مره وتقييمه 4.4/10 على البلاي ستور. سادس متصفح معانا اسمه اوبرا جي اكس وهو متصفح معمول للجيمرز شويه. بص سيبك من حته ان هو شكله رايح ناحيه الجيمنج والكلام ده. هو في ميزه مهمه قوي لو تسمعوا عن موضوع ان في بعض المواقع كان حاطين كود كده في السورس بتاع الويب سايت بتاعهم بيخلي اوتوماتيك الموبايل او الديسكتوب بتاعك اللي انت داخل منه يعمل تعدين. والتعدين كده كده ده بيهلك موارد الجهاز وبياخد من باقتك وبص يعني اللي هو ايه بيدمر لك حياتك. فالبراوزر ده بيمنع اي ويب سايت حتى لو حاطط الكود بتاع التعدين ان هو يشتغل. فدي ميزه مهمه جدا جدا. الابلكيشن ده متحمل اكتر من مليون مره على بلاي ستور وتقييمه 4.4/10. سابع واخر متصفح معانا اسمه الوها براوزر. وده براوزر خفيف كده وسريع ولطيف. طيب ايه مميزاته؟ اد بلوك لمنع الاعلانات، بوب اب بلوكر، وكمان في في بي ان مجاني اللي هو العادي خالص علشان تغير المكان بتاعك. ولكن هو مش هتقدر تحدد بالظبط المكان اللي انت داخل منه الا لما تدفع فلوس. واكيد طبعا هو كامان يعني اقل شويه من التور براوزر بس هو مش بيدخلك في القصص بتاعه الديب ويب زي التور براوزر. وكمان بيقدم لك ميزه انك تخفي ملفات على موبايلك وكمان تقدر تعمل باسورد او بصمه للبراوزر بتاعك. المتصفح
المتصفح ده اتحمل اكتر من 10 مليون مرة على بلاي ستور وتقييمه 4.4/10. بس كده انا خلصت. لو عجب الفيديو ما عملتش لايك جميل في الاول فتعمل لايك جميل وتقول لي انهي متصفح عجبك اكتر في السبع متصفحات اللي احنا قلنا عليهم. ولو انت بتستخدم متصفح تاني وفي مميزات اكتر فياريت تفيد غيرك وتكتب كومنت وتقول لنا ايه المتصفح ده وايه المميزات القوية اللي هو بيقدمها. تعمل شير للفيديو علشان يفيد غيرك، تعمل لنا فولو لو بتشوفنا اول مرة على الفيسبوك، سبسكرايب لو بتشوفنا على اليوتيوب. اشوفكم في حلقة جديدة من 5 تك. كان معاكم احمد سعيد. سلام.